السلام عليكم الناس عشاق الأناقة والبيسة، أنتم البيسة العروسة شي حاجة طب 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 كما العادة. أنا حبيب وتتم المناسب حتى شوف لما كنت كمية محطوش كمية محدودة هادي حاجة بينة هادي سارعوا الاتصال بيسة هذا فيو غوز ما جاك مونكلير شي واحد غوز بارد خفيف حليلو عجباتك اللبسة تزاد شي فيها حسينة جديد جا فوقت ويك وقت واخا انا حبيبي تبارك الله شاد الزاز هذا انا حبيبي ان شاء الله يجي فيهم البواطا ما ضروري حبيبي السهل السهل وما احسن حاجه اللي ما عطيتيهاش قيمه راه ما كتبانش السهل وما احسن السهل انا حبيبي انا سيدي ومولاي انا عشاق انا قرب عندي شوفوا لاليزير وشوفوا التول ديال البيسه كيفاش دايره هادي تولي الدو التول ديالها راه رطبه غزاله ماشي ديك التول اللي واقفه ولا كتحر ولا حرشه ولا كتقرص تولي الدو شي حاجه غزاله وانيقه وجميله والثمن ديالها ثمن حصري ومشجع ثمن خيالي ماشي لتحطيم الاسعار وانما سلعه باش جات باش غنديروا لها ثمن زوين زوم لي على ديطاي الله يرضي عليك السلام عليكم واحد دقيقه مرحبا لالا مرحبا شي حاجه غزاله وانيقه وجميله الوغ دابا غادي نطلقوها باش نبرعوك في الشكير كيفاش داير تشوف معايا لا طومبيل تشوف معايا الزواقه ديال البيزا كيفاش دايره شي حاجه غزاله 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 انا السي حسن ركز لينا على الزواقه المتراج ديال البيزا راه معروف 3.5 على متر ونص اللي بغات تفسرها كيف ما بغات كلونش ايفازي بغات لا تخين كيف ما بغات تفسرها كتفسر انا حبيبي شي حاجه غزاله وانيقه وجميله انا اكسبري لبسنا وحده في المانكا باش تبان الزواقه ديالها وهي ملبسه الشاف عاود ركز لي على المانكا باش تبان الموتيف ديالها كيفاش داير يعني الزواقه ديالها راه مشروكه راه كيف ما بغيتي تفصلها تفصلها كاين واحد النوع ديال البيسات على حسب شي زواقات كيكونوا صعاب في لاكوب هذه راه كيف ما بغات تفصلها تفصلها يعني الزواقه ما حاكمهاش الزواقه راه في التول كامله الوغ هذا الفيو غوز اللون الاول اللون الثاني بلون بلون كاسيك لوين غزال حتى هو انيق وجميل هذا ديال العريسات لوين راقي وجميل دابا ندوزو لك اللوين الاخر ياك سي مرحبا صالح هذا واحد القصيبي حتى هو لوين راقي وجميل انا حبيبي قرب عاوتاني لي ديطاي هادي فيها واحد الكغي كلير ومرشوشه بالفيغ ركزنا على داك الخضير بارد مع الكغي عطا واحد التناسق رائع لعشاق الاناقه لبيسه غزاله والثمن نسيتي ما كنتيش شينا الثمن السي حسين الثمن الثمن اخويا 1700 درهم فقط الله يجعل البركه الله يجعل البركه 1700 درهم لا 2000 درهم لا 2500 لا 3000 2700 كلشي لبس انا كلشي السهل راه كي تنقولوا ديما البركه والربح الكبير هو جور انا حبيبي تحت الطلب اغلبيه الكليان كتقول لك بغينا اللبيسه جيبوا لنا شي لبيسه زوينه ها هي لبيسه انيقه وغزاله وجميله تا لوينات باستيل شي حاجة على بوختي وأنيقة وغزالة إليغون في اللبسة ديالها شي حاجة طب صراحة راه اللون تينسي في اللون شي حاجة غزالة نعاود نهزوها باش تشوف معايا تشوف كيفاش دايرة أنا انا حبيبي فشش لي مع راسك تول طايحة وانيقة الميتراج كنعاودو نذكرو به 3.5 على متر ونص والقسطان ديال المرافقة شي حاجة زاد شوف معايا عاوتاني هاد اللوين هذا لوين غزال ولوين راقي وجميل هذا واحد لو سومو تا هو زوين شوف معايا لو ديطاي ديالو انا حبيبي
شي حاجه انيقه حتى هو وجميل. انا غادي نطلقوا لك دابا تشوفوا. صراحه كي تنقولوا ديما راه لون تينسي فلون، كنت نقول لك دابا اللبيسه صراحه. اللوينات ديالها فزدان، الموتيف ديالها حلو، يعني سيغمون غادي تعجب اغلبيه الناس. ماشي شي حاجه لي تخو شارجي، ماشي شي حاجه لي اوزي، والزواقه ديالها زعما ماشي زعما كبيره ولا صغيره بالنسبه للسيده. راه لا فاسون اللي كتحدد، سواء الخياطه اللي غادي تحددها واش تكون هكا شي حاجه مخزانيه بالطوال وحاجه بالدير مرا كبيره، اولا شي حاجه ستيلي صافي جون تقدر تفصلها ستيل غوب ومن تحت ايفازي اللي كيقولوا لها فصاله ديال الحوته، يعني سا ديبون اللي غتلبس واللي غادي تشري هي اللي غتحدد الفصاله اللي بغات. الوغ هادو ثلاثة أربعة اللوينات، شوف معايا ثاني هاد اللوين هنا، شوف معايا هاد البوردو، لون راقي وجميل الصراحة. هاد الخضرة الثمن اللي أجمل، هاكا من حزين، هاكا البركة، أنا حبيبي، عشاق الألوان التاكين هاكا. شي حاجة راقية وجميلة وأنيقة الصراحة. أنا خد ديالو ديطاي ديالها بحال هكا، صورة زوينة، 1700 درهم، الله يجعل البركة. لوين غزال حتى هو وانيق، 1700 درهم حبيبي. واحد دقيقة مالكم سادتي؟ أنا حبيبي مهدي. شوف معايا لو ديطاي ديالها، ونزيد نبرعك واحد اللوين، الكليان ديالنا كيتسناو. شتي شي اللوينه السي حسين؟ انا حبيبي 1700 درهم، نزيد واحد اللوين الله يجعل البركه. هاكا عمي هاكا، ري درنا لها قفطان ديال لامي. انا عمي هادي جات اللون في اللون، شي حاجة غزالة حتى هي. وهادي هي التشكيلة السي حسين، الثمن 1700 درهم، الميتراج 3.5 على متر ونص. شوف معايا لو ديطاي ديالها، دير لها شي تصويرة زوينة. ألف وسبعمية درهم، اللي خدات شي حاجة بالصحة والراحة، واللي ما خدات شي حاجة إن شاء الله، جيمو البارطاج، نستودعكم الله، السلام عليكم.